فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نهنئكم بقدوم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي فرض الله صيامه على المسلمين وجعله أحد أركان الإسلام، هذا الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، هذا الشهر الذي تشغل فيه المساجد بيوت الله بالعبادة وتلاوة القرآن وصلاة التراويح، وتضاء أرجاؤها بالمصابيح احتفاء بهذا الشهر المبارك ورجاء لما وعد الله به فيه من الخيرات والبركات. خطب صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وذكر من خيراته وبركاته الشيء الكثير كما في حديث سلمان المرفوع، فهو شهر عظيم يستقبل بالبشر والفرح والسرور بفضل الله وبرحمته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح المسلمون بقدوم هذا الشهر رجاء ما وعد الله به فيه من الخيرات، ويعمرونه بالطاعات، بتلاوة القرآن، بصلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الليل، بأعمال كثيرة، بالصدقات والبر وإفطار الصوام وغير ذلك من أنواع الطاعات.